من القلب نهنئ شعب الإمارات، الحكام العظام بالعيد الوطني 49 للاتحاد. الاتحاد أسطورة عظيمة سطرتها الإمارات حقيقي للعالم كله، وعلمت العالم كله كيف يكون الاتحاد. أنا ميشيل كوستاندي، مقيم في دولة الإمارات من 32 سنة، أتمتع بكل الحرية والأمان والالتزام في العمل والقوانين المساعدة للإنجاح لضبط الأزمات، تعلم العالم كله كيف تدار الأزمات وكيف يكون الحب بين الحكام، كيف يكون التعاون بين حكام الإمارات حيث يكون أنهم كلهم على راية واحدة وكلهم مجتمعين على رأي واحد، وخاصة في الأمور الخارجية. بأهني حقيقي دولة الإمارات على النظام الموضوع، على الرفاهية اللي بتوفر للمقيمين، للشعب الإمارات نفسه، من خلال القوانين الموضوعة ومن خلال البحث العلمي. تاني أؤكد أنه الاتحاد فريد وغريب من نوعه. حقيقي احنا في عامل مهم في نجاح معظم الشركات دي، وهي القوانين الواضحة، القوانين اللي لو مشيت عليها مع الاجتهاد والبحث العلمي بتنجح لا محالة. الارتباط ما بين القوانين الموضوعة والاكتيفيتي بتاعت الشركات ده متكامل. لو شركة التزمت بالقوانين الموضوعة دي لازم بتنجح. احنا عندنا الشركة الام هي شركة استثمار عقاري مقاولات، بنشتري أراضي في التمليك الحر وبنصمم تصميمات مختلفة وتكون يونيك، مختلفة مش متكررة، ويا إما هنعود نبيعها تاني بالكامل أو للتأجير. طبعا القوانين الموضوعة في التمليك الحر بتدي مساحة جامدة لأي مستثمر من أي حتة في العالم إنه يجي يستثمر. احنا ملاحظين في الفترة الأخيرة بعد فترة الكورونا تحرك السوق تقريبا للأعلى بمقدار من 10-15% من الشهور اللي فاتت دي. انا متوقع انه هيحصل في بومينج كبير ان شاء الله بعد فترة الكورونا لدولة الإمارات، لانه هي مرشحة بكل الإمكانيات الموجودة انها ترتقي و السوق ينتقل لمرحلة تانية. كل شيء موجود بدولة الإمارات، البحث العلمي، الرفاهية، الهوسبيتاليتي، كل ده موجود، فده بيرشحها انها تبقى في اول البلاد اللي هي ممكن تنتقل لإنعاش الاقتصاد بتاعها. نرجع نهني شيوخ الإمارات بالعيد 49. انتوا حكمتوا بلدكم بالحب، وانتوا مثال اعلى، وضربتوا للعالم كله مثال اعلى كيف يكون الاتحاد وكيف تكون الاخوة وكيف يكون حكم 7 امارات في يد قانون اتحادي. انتم رائعون، واتمنى انه اغلب حكام العالم تأخذ الدرس وتتعلم كيف صارت الامارات من علو لأعلى لأعلى في ظل حكم 7 إمارات مختلفة، وكلهم بيحبوا بعض وبيحبوا القائمين في البلد دي والوافدين. نشكركم من كل قلبنا، وإحنا حاسين إن إحنا في بلدنا فعلا، ونتمنى كل خير للإمارات من علو لأعلى لأعلى دايماً.